أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اهتمام الحكومة بقطاعي التعليم والصحة وتوفير التمويل اللازم لذلك. جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا لمتابعة إجراءات سد العجز النسبي في إعداد المعلمين على مستوى الجمهورية. أكد مدبولي أن الدولة حريصة على إتاحة المزيد من الدعم لمختلف الركائز الأساسية التي تقوم عليها المنظومة التعليمية. كما كلف مدبولي ببلورة المقترحات التي تم التوافق بشأنها لسرعة العمل على سد العجز في المعلمين على مستوى الجمهورية في قرارات وخطوات تنفيذية. وخلال الاجتماع أكد وزير التربية والتعليم أن من بين تلك الإجراءات لسد العجز هي تنفيذ المبادرة الرئاسية الخاصة بتعيين 150 ألف معلم خلال 5 سنوات، حيث تم بالفعل تعيين الدفعة الأولى بإجمالي 15902 من المعلمين وجار اتخاذ إجراءات لتعيين الدفعة الثانية، هذا إلى جانب إتاحة تشغيل المعلمين بنظام الحصة من خلال الموارد الذاتية للوزارة لعدد 20,000 معلم، وتشجيع أيضا الخريجين الجدد من حملة المؤهلات التربوية على العمل بالمدارس.